الحصول على بعض المياه الصالحة للاستخدام البشري هو أكبر أمان طفلة سارة ووالدها اللذين لا يفارقان محطة الآرو الحكومية الوحيدة في قضاء لفوت شرقي ذي قار نتيجة شح المياه ورداءة نوعيتها خلال موسم الصيف هذا، والذي يعتبره أبناء القضاء هو الأشد. 70,000 نسمة يقطنون هذه المدينة وسط الأهوار التي بات العطش يفتك بساكنيها. كل سنة هاي جاي تتكرر عندنا الحالة، ماي خايس، الله وكيلك، ماي غسل ما عندنا، ماي غسل ما عندنا. شين ذنب بهاي العالم تباوع؟ شين ذنبها بنية عمرها سنتين تجي تنقل ماي؟ اعتبر قضاء الفوت قضاء منكوب. قضاء منكوب منين؟ لأنه احنا حاليا قضاء 74,000 نسمة. ال 74,000 نسمة قاعد تعاني من شحة المياه، صار لنا تقريبا ما يقارب ال 14 يوم شحة مياه كلش قوية عندنا. زائدا منطقة ينطون يوميا دنكر، الدنكر ايش اسوي بيه؟ انا هسه دخلت هذا فرع واحد ب 11 عائلة، هاي ال 11 عائلة يعني كل واحد عنده مقطورة ام ال 500، اعطيني مقطورة ام ال 500 شو تسوي للمقطورة ام ال 500؟ ازمة المياه الصالحة للاستخدام الادمي في قضاء الفود دفعت عددا من المؤسسات المعنية للقيام بمجموعة حلول لا ترتقي ومستوى حاجة المواطنين لإنهاء هذه المعاناة المتكررة. حلول أمر بها السيد مدير عام هيئة التشغيل حسب طلب الأهالي وطلب الوحدة الإدارية في قضاء الفود إنشاء ناظم، اللي سبق وأن كانت هناك مطالب على هذا إنشاء ناظم على نهر الفرات لتغذية نهر العوسية. بالنسبة للمواد المائية تفتقر، لا يوجد فيها مساح ولا يوجد فيها مهندس، ولا يعرفون منسوب الفرات عن منسوب هورو بزرق، وبذلك لا يستطيعون فتح السدود إلا بالاستعانة بكادر بلدية الفهود. نحن جادين بالعمل بإخراج الحفارات اثنين، هاي حفارة نزلنا الغاطس مكان التحلية هنا جاي نوزع دناكر. رائحة ما متوفر من مياه هنا تسكم الأنوف، أما مذاقها فلا يمكن وصفه لكثرة ما تحويه من أوساخ وفضلات. شح المياه ورداءة نوعيتها هي مشكلة مدن شرقي ذي قار، حلها الوحيد بحسب المختصين إكمال مشروع ماء الإصلاح الكبير. من قضاء الفوز شرقي الناصرية، علي حسن، العراقية الإخبارية.